مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حديث الأخبار. ربما السؤال الأبرز اللي موجود وبيتم طرحه هذه الأيام على المستويين الإقليمي والدولي هو ما الذي سيحدث بعد ذلك في قطاع غزة؟ ماذا عن الشعب الفلسطيني؟ السؤال ده بيأتي الحقيقة في ضوء تقارير وأخبار كثيرة جدا عن استمرار تعنت الجانب الإسرائيلي للحديث عن أي اتفاقيات، عن أي مفاوضات، عن أي هدن، عن أي حديث عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كمان التقارير الحقيقة الموجودة في العالم وبتجعل من طرح هذا السؤال أمر ملح جدا هو ما يتصدر الأخبار عن وجود خلافات بل ترقى إلى مرتبة الصراعات الكثيرة مؤخرا بين رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وبين يعني سلطاته الأمنية، خلينا نقول، أو أجهزته الأمنية. أيضا هذا الخلاف بيأتي بخصوص ما يتعلق بالاتفاقيات و إطلاق سراح الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار وما إلى ذلك. طبعا كل ذلك وما زال الجانب الإسرائيلي أيضا يتعنت كثيرا في فكرة دخول المساعدات، يقبل ببعض المساعدات ويرفض الكثير من الشاحنات المليئة بالمساعدات التي تدخل طبعا باستمرار وباستدامة من الجانب المصري منذ اليوم الأول في هذه الأزمة. وبالتالي هنا نجد أنه مع تفاقم حدة السيناريوهات المطروحة وربما يعني عدم الميل إلى التفاؤل فيها، نجد أنه أيضا هناك أزمة كبيرة جدا تكبر يوم بعد يوم أو يعني تزداد سوءا للأسف الشديد يوم بعد يوم فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في فقرتنا الحوارية مع الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي فيما يتعلق بالجديد في الأوضاع في داخل القطاع قطاع غزة. أيضا جهود مصر الحقيقة حثيثة جدا، لم تبذل دولة أو جهة في العالم ما بذلته وتبذله الدولة المصرية من مساع حثيثة وحقيقية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل مستدام، وطبعا رفض الدولة المصرية يعني الذي تعلنه في كل المحافل الدولية وطيلة الوقت لتصفية القضية الفلسطينية وفكرة التهجير وما إلى ذلك. هنتكلم في فقرتنا الحوارية مع أستاذ إسلام عفيفي عن أحدث هذه المستجدات، ولكن طبعا البداية مع مجموعة من الأخبار الهامة أيضا. فأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الأخبار. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. لكم بكل الثقة إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به. مصر 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 يا أطهر قلب علمتينا علمتينا مصر 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 يا أطهر قلب أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وشدد على أولوية ملف الصناعة وتحقيق النهوض العاجل بها، ووجه كمان بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها حفاظا طبعا على الاستثمارات وحقوق العمال. اطلع الرئيس أيضا على حكومة أو على رؤية الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، وأكد على أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات في هذا الشأن.
للمزيد بينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني النهاردة كان في اجتماع هام جدا بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، والعنوان نقدر نقول العريض والكبير لهذا الاجتماع كان الحث على السعي الدؤوب لتنشيط الصناعة في مصر والقطاع الصناعي، إشراك القطاع الخاص، زيادة العمالة وغيرها طبعا من المحاور الهامة جدا. بداية خليني أسأل حضرتك عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كيف ترى رؤية ووضوح هذه الاستراتيجية وسبل الوصول إليها وتحقيقها؟ هو بداية الحقيقة الدولة في الوقت الحالي أتصور أنها في إطار المواجهة الشاملة مع كل التحديات اللي واجهت قطاع الصناعة على مدار السنوات الماضية. الحقيقة كانت مشاكل متعددة دوما كان بيتحدث عنها مجتمع الأعمال، وده الحقيقة كان بيأتي على الرغم من وجود استراتيجية للدولة ككل بشكل عام 2030 واللي قطاع الصناعة بيشغل فيها جزء هام للغاية، لكن هو يمكن تحقيق مستهدفات قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية وبالمقارنة مع باقي قطاعات النشاط الاقتصادي لا كان فيه الحقيقة أقل مما هو كان مأمول لهذا القطاع الهام. ويمكن الحقيقة الدولة وخاصة في إطار تشكيل حكومة جديدة بدأت منذ أسابيع معدودة، لا واضح أنه الدولة بتدخل لي مجال الصناعة بمنتهى القوة وما عندناش سبيل غير النجاح. إحنا اللي هي تكليفات السيد ريس كانت واضحة لهذه الحكومة منذ تكليف السيد ريس ماكس وزراء بإعادة تشكيل الحكومة، تم إفراد منصب نائب رئيس وزراء للتنمية الصناعية، تم اختيار شخص قوي في إطار المواجهات الشاملة لهذا القطاع، وهو الحقيقة أيضا تم أنه يحتفظ به قطاع النقل، وبالمناسبة هو قطاع النقل أيضا بيخدم على قطاع الصناعة بشكل كبير طبعا، وفي ضوء أنه قطاع النقل تحت قيادة الوزير الفريق كامل الوزير الحقيقة حقق نجاحات طيبة، فكان مهم جدا أنه وفي إطار من التكامل فيما بين مستهدفات والنتائج اللي بتتحقق في قطاع النقل مع قطاع الصناعة كان مهم جدا انه يتم انه يكون شخص واحد هو اللي بيتم تكليفه بهذا الامر، اخذا في الاعتبار انه تجربة ايضا الوزير الفريق كامل الوزير في قطاع النقل الحقيقة كانت تجربة مهمة، لان هو الحقيقة بيحتاج مدخلات لقطاع النقل بشكل كبير للغاية كان بيحتاجها من قطاع الصناعة، فالحقيقة كان هو كمان وهو في قطاع النقل كان نعينه على قطاع الصناعة وإزاي يكون لديه قاعدة صناعية قوية تخدم على قطاع النقل. حضرتك بتذكر نقطة في منتهى الأهمية يا دكتور، لأنه الحقيقة أنه البنية التحتية التي قامت الدولة المصرية بالعمل عليها في السنوات القليلة الماضية، فكرة الطرق والكباري، توصيل أماكن بعيدة ربما كنا نستغرق ساعات للوصول إليها أصبح الآن الموضوع بسيط جدا، كل ده كان بالأساس الهدف منه تشجيع الصناعة، لأنه المستثمر لما يجي ويلاقي أنه الحاجات قريبة من بعض وأنه عنده طرق وعنده بنية تحتية متكاملة ده الحقيقة هيشجع جدا. فهنا زي ما حضرتك بتقول فكرة التكامل بين مؤسسات الدولة ده ممكن يساعد ازاي كمان في الفترة الجاية ان احنا نشجع ده اكتر والنهوض بملف الصناعة. هو مش بس في الإطار المعنوي انه ما حدث بيشجع المستثمر، لكن كمان في الإطار الاقتصادي احنا بنقيمه، لانه تكلفة الاستثمار بتنخفض اذا ما توفر الحقيقة شبكة للنقل جيدة، وده الحقيقة المستثمر بياخده في الاعتبار في حسابات التكاليف بتاعته، لأنه كل ما يتعلق بالمشروع سواء ما يتعلق بنقل مواد خام، انتقال العمالة، نقل قطع غيار، نقل السلع للأسواق، كل ده شغال على شبكة النقل، وبالتالي ده كله بيتم حسابه في دراسات التكاليف. فنرجع نقول تاني أنه الحقيقة الفريق كامل الوزير فوض تكليفه بهذه المهمة بدأ الحقيقة في إطار المواجهة الشاملة، بدأ مع العاملين في دولاب العمل الحكومي بهذا القطاع، ثم التقى لعدة مرات مع مستثمرين ورجال أعمال، وبدأ الحقيقة يتلمس على أرض الواقع إلى أي مدى بيتوافق الواقع أو يقترب من مستهدفات الدولة في إطار استراتيجية هذا القطاع. فالحقيقة كان مواجهة شاملة، والحقيقة كان بيعقد اجتماعات مع
البعض لعدة مرات مش لمرة واحدة، وأتصور أنه أصبح لديه رؤية واضحة. وعشان كده يمكن مش بس السيد نائب رئيس الوزراء، لكن كمان شفنا الحقيقة مؤخرا اجتماع للسيد رئيس مجلس الوزراء مع هذا القطاع، ثم اجتماع للسيد رئيس الجمهورية شخصيا مع هذا القطاع، وده الحقيقة كلها رسائل مهمة جدا لكلا الطرفين، مجتمع الأعمال والمستثمرين، الدولة في إطار مواجهة شاملة وجادة تماما وأذانها صاغية وبتستجيب على الفور لكل مطالب مجتمع الأعمال. وعلى الجانب الآخر أيضا دولاب العمل الحكومي ما عندناش وقت الحقيقة نضيعه، ومؤكد اللي هيستمد في مكانه هو القادر على اتخاذ قرارات سريعة تلبي احتياجات المستثمرين، ومن لن يستطيع أن يحقق هذا لو لن يترك في مكانه سوف يكون له مكانه الآخر. وبالتالي احنا الحقيقة في مرحلة جادة للغاية، لأنه قطاع الصناعة يجب أن ينطلق، لأنه قدر اعتمادنا على الخارج في استيراد أتصور أنه لن يستمد خلال الفترات القادمة، لأنه احتياجات قطاع الصناعة الحقيقة اللي بيتم استيرادها من الخارج على مدار سنوات طويلة كانت دوما ضغط على سوق الصرف طبعا. والأمر الثاني الأكثر أهمية، احنا عندنا مستدى فيما يتعلق بأرقام الصادرات، هذا المستهدف لن يتحقق إلا من خلال زيادة القاعدة الإنتاجية، زيادة الاستثمارات، زيادة الاستثمار في قطاع الصناعة على وجه التحديد، لأن هو ده القادر على توفير البديل المحلي، هو ده اللي أفاق التصدير بالنسبة له متسع للغاية، أخذا في الاعتبار أن احنا الحقيقة عندنا أرقام في الصادرات اللي هي في بعض القطاعات تتزايد بشكل طيب للغاية خلال الأشهر الماضية، وبالتالي نقدر نقول أن احنا الحقيقة على بداية طريق صحيح وسليم، وأتصور أنه مستهدفاتنا يمكن أن تتحقق في أسرع وقت ممكن. وأتصور أنه حضور واجتماع السيد شخصيا مع القائمين على تنمية قطاع الصناعة تصورنا رسالة هامة للغاية. أخيرا يا دكتور، برضو نقطة في منتهى الأهمية، النهاردة الرئيس وهو بيتحدث ذكر مصطلح أو تحدث عن المصانع المتعثرة، والحقيقة أنه طول الوقت وعلى مدار سنوات طويلة يعني الكلمة دي تقيلة قوي على نفوسنا وعلى قلوبنا، وبنحس أنه يعني عندنا مصانع كانت ياما بتنتج حاجات كتيرة وبتدخل السوق المصري وبتدي فرص عمالة كتيرة جدا، وزي ما حضرتك ذكرت طبعا ده بيبقى يعني البديل لينا عن فكرة الاستيراد من الخارج، وبالتالي عدم التكالب على سوق الصرف وما إلى ذلك. شايف إزاي اهتمام الدولة مؤخرا بالحديث عن المصانع المتعثرة، وبرأي حضرتك إنه الاستراتيجية الوطنية للصناعة إزاي كمان بتولي هذا الملف، ملف المصانع المتعثرة واحتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع دول ييجوا نقعد معاهم ونعرف مشاكلهم إيه، إزاي الدولة والاستراتيجية هتقدر بإذن الله إنها توفر حلول جذرية وسريعة لأصحاب المصانع المتعثرة؟ هو بالتأكيد زي ما حضرتك أشرتي أنه هذا ملف قديم، ويمكن الحقيقة على العديد من المبادرات أطلقت خلال السنوات المعدودة الماضية في إطار إقالة المشروعات المتعثرة من على السطح. يمكن المبادرات كانت داخل قطاع أو داخل أطلقت من وزارة الصناعة، في مبادرات أطلقت من وزارة المالية، مبادرات أطلقت من البنك المركزي والقطاع المصرفي، لكن يمكن قدر الاستجابة لم يكن على المستهدف. ومن هنا الحقيقة يمكن عشان كده السيد الرئيس كان بيوجه لفكرة الحلول الغير التقليدية بره الصندوق، وده اللي احنا الحقيقة محتاجينه ان احنا الحقيقة نتعامل معاه، لأنه الكثير من المشروعات المتعثرة لم تتعثر بفعل سوء الإدارة، لكن تعصرت بفعل تغير الظروف الاقتصادية، وده يجب أن يؤخذ فيه الاعتبار. وبالتالي التعامل مع هذه المشروعات المتعثرة هيضيف الكثير للطاقة الانتاجية، هيضيف الكثير لسوق العمل وفرص التوظيف، هيضيف الكثير لموارد الدولة إذا ما نجحت هذه المشروعات في أن تعمل وتنتج وتربح، هيضيف الكثير للسوق المحلي، هيضيف الكثير لأرقام الصادرات. وبالتالي احنا الحقيقة محتاجين احنا نتعامل مع ملف المشروعات المتعثرة جنبا إلى جنب مع التعامل مع المشروعات الجديدة، كلا المسارين مهم إنه الدولة تتحرك فيهم. وأيضا رسالة بتنطلق من اجتماع اليوم لكافة القائمين والمالكين لهذه المشروعات للقطاع المصرفي وللجهات الحكومية إنها تتعامل مع هذه المشروعات بشكل مختلف. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل. هاتفيا كان معنا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار.
نروح مع حضراتكم لمتابعة، وهي المتابعة المستمرة من أكسترا نيوز، ودائما بنطلع على الجديد فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. والأسبوع الماضي كنا بنقول لحضراتكم ليه كل هذا الاهتمام بانتخابات الرئاسة الأمريكية وليه حالة الزخم دي، لأنه طبعا زي ما قلنا برضو أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة عظمى، وبالتالي ملفاتها الخارجية بتتشابك كلها وتلقي بظلالها على الإقليم وعلى الشرق الأوسط وعلى العالم كله، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، استراتيجيات وبروتوكولات وتحالفات وعداوات أيضا مع بعض الدول وما إلى ذلك. طبعا يمكن بنشوف دلوقتي جزء من المناظرات على الهواء، المناظرات ما بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، وده السؤال دلوقتي اللي الناس كلها بتسأله، يا ترى هتبقى هاريس ولا هيبقى ترامب، كامالا ولا دونالد؟ الحقيقة أنه في يعني حدة للمنافسة عمالة بتحدث في سباق الانتخابات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل. الحزب الديمقراطي زي ما حضراتكم عارفين أعلن رسميا ترشيح كامالا هاريس للمنافسة على سباق الانتخابات الرئاسية بنسبة تصويت بلغت 99% من قبل أعضاء الحزب، مع أيضا اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز لمنصب نائب الرئيس، وحنتكلم عن تيم وولز ونعرف يعني ما هو كان بيشتغل ايه قبل كده وكيف دخل المجال السياسي وما الى ذلك. بالرغم من انه كامالا دخلت بشكل متاخر لسباق البيت الابيض بعد انسحاب جو بايدن، ولكن هي الحقيقه قدرت بحسب ما يعني قال كتير من المحللين انها تقلل الفجوه مع ترامب وفقا لأغلب الاستطلاعات، وده يمكن أشار لأحدث مسح أجرته شركة مورنينج كونسلتنت، وقالت أنه هاريس بتتقدم على ترامب بفارق 4 نقاط، وده ارتفاع قياسي للمرشحة الرئاسية الديمقراطية منذ قرابة عام. عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن مستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن السيد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات بواشنطن. بنسعد بوجودك معنا دائما سيد ماركو، أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. وخليني في البداية أسأل، الانتخابات رايحة لفين؟ المناظرات، الحملات الانتخابية المختلفة، إيه أحدث الأخبار لديك ما بين كامالا هاريس ودونالد ترامب؟ هي دلوقتي أنا أعتقد أن شهر العسل ما بين كامالا هاريس والإعلام والوسط السياسي الموجود في الولايات المتحدة قد شرف على الانتهاء. يعني هي دلوقتي هي المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي واختارت نائب لها، ثم يعني لا يوجد أخبار كبيرة تعول عليها في الفترة القادمة إلا أنها سوف تكون هي والشعب الأمريكي أو الناخب الأمريكي أمام السجل الخاص بها، بما أنها كانت نائبة رئيس لمدة 3 أعوام ونص. واعتقد ان من هذا اليوم لحتى 5 من نوفمبر سوف نرى المزيد من السجلات، سواء النجاح او الفاشله لدى كامالا هاريس وايضا تيم وولز. تيم وولز هو يساري متقدم، يساري متطرف متقدم، كان يعمل مدرس وكان ثم ايضا كان عضو في الحرس الوطني للولايات المتحده الامريكيه، ولكن الان اليوم عرفنا بانه كان عضو في الحرس الوطني، وعندما كانت فرقته تجهز لان تخرج إلى مهمة قطارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية كان قد استقال من منصبه لعدم تعرضه للخطر لتواجد مع الجيش الأمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هذه نقطة ضعف، نقطة ضعف الأخيرة قبل دقائق قبل دوري معك على الهواء مباشرة تم الكشف على أنه لديه سجل جنائي بأنه كان سائق تحت تأثير المخدر عام 1995 في ولاية نبراسكا. أعتقد من الآن حتى يوم 5 نوفمبر سوف نرى المزيد، لأن دعني أقول لحضرتك أن تيم وولز ليس الكثير يعرفه من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أيضا كامالا هاريس نفسها غير مشهورة وغير معروفة لدى الكثير من الناخبين. مش عارفة، أنا تخيلت أن حضرتك يعني لوهلة تخيلت أن حضرتك هتقول كامالا هاريس نفسها ما تعرفوش. للأسف حقيقي، يعني أنا أعتقد أن كامالا هاريس يعني هي تم يعني دفعها ناحية البيت الأبيض لأنها امرأة، لأنها سوداء، لأنها
تخاطب المجتمع الامريكي ولانها متطرفه سياسيه متطرفه عنيفه الحقيقه. وايضا جلبت ايضا شخص اكثر تطرفا. السبب الرئيسي انها اختارت تيم والتس بانه شخص ابيض، شخص من يعني تقليدي امريكي مسيحي، كان يعمل مدرس، ثم زي ما قد ذكرت حضرتك انه كان عضو في مجلس عضو في قوات الحرس الوطني، ولكنه هو اكثر تطرفا، هو يدعم حقوق المثليين، يدعم حريه اختيار الطفل الجنسي وهو في مدرسه، ويدعم ايضا اخذ الطفل من اهله عندما يقرر بانه يريد ان يحول جنسه من ذكر الانثى او العكس. هذه افكار يساريه يعني متطرفه الحقيقه. اعتقد ان العرب الامريكيين الموجودين في الولايات المتحده يجب عليهم ان يعرفوا هذه الافكار السلبيه التي تناقض الافكار اليمينيه او الافكار على الاقل التقليديه، خلينا نقول الافكار التقليديه في الولايات المتحده الامريكيه. بالظبط. فاذا هنا كاميلا هاريس وويلز هم يساريين متطرفين. اعتقد ان بعد هذا الشهر العسل الان اعتقد ان الناخبين الامريكيين او على الاقل حملة ترامب وجي دي فانس سوف يركزون على نقاط الضعف. ما هي نقاط الضعف؟ الكل يتحدث عن ملف الهجرة والحدود، الكل يتحدث عن الاقتصاد، هي نفسها تتحدث عن الاقتصاد وكأنها لم تشارك في إدارة بايدن لمدة 3 أعوام ونص، وتقول نحن من يهمنا الطبقة الوسطى. كيف لك أن تهتمي بالطبقة الوسطى وأنت تركزين على أسعار الفائدة العالية وتركزين أيضا على أو ممارسات الاقتصادية التي تتبنيها تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الأسعار الغذائية، أسعار المواد المحركات، أسعار البيوت وهكذا. فهي أعتقد هي أيضا من ضمن خطاباتها في المؤتمرات الصحفية أو الراليات الانتخابية هي لا تستقبل أي أسئلة صحفية من الصحفيين، وهذه ممارسة يعني أعتقد أنها غريبة جدا لمرشح رئاسي الولايات المتحدة. نتحدث عن حوالي 17 أو 18 يوم لم تستقبل أي سؤال من صحفي خاص بالقضايا الشائكة التي يريد أن يعلمها الناخب الأمريكي. هي فقط تتحدث عن أنها امرأة وسوداء وتدعم حقوق المثليين وهكذا، تتحدث فقط عن الحريات ولكن لا تتحدث عن القضايا الشائكة التي تمث الملايين. يعني عندهم ملفات كتيرة مهمة قوي يا أستاذ ماركو، عندهم الحديث عن ملف الصحة والتأمين، عندهم ملف المهاجرين هتعمل معاهم إيه أو هتعمل إيه في هذا الملف في حال كسبت الانتخابات، في ملفات تانية زي ما حضرتك بتقول. ماذا عن القضية أو الوضع من فلسطين والقضية الفلسطينية؟ هي كانت في البدايات اتكلمت وقالت إنه هي متعاطفة مع الأطفال اللي بيموتوا وإنه إن، ولكن فجأة ما بقيناش نسمع قوي تصريحات ليها عن القضية الفلسطينية أو مستقبل علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل في حال إنها فازت بهذه الانتخابات. فزي ما حضرتك بتقول فعلا إنه الأمريكان مستغربين إنه لماذا الكثير من أحاديثها تدور حول حريات المثلية وغيره ولون البشرة وما إلى ذلك، ولا تتحدث عن القضايا الشائكة التي تهم المواطن الأمريكي. هي ما بتتكلمش عن موضوع شائك، هي بتدور حوالين زي ما قدر ان هي حريات وهكذا، لكن لا تتحدث كثيرا عن القضايا الشائكه. هي مثلا التصريح الوحيد التي من ضمن التصريحات القليله في ثلاث سنين ونص التي رايتها من كاميلا هاريس عندما تحدثت عن القضايا الفلسطينيه. ولكن للاسف مهما كانت تقدميه في الحزب الديمقراطي ليس هناك كثير من التفاوض او من التحرك بما انها كان او اذا ما تم انتخابها للرئيس الولايات المتحده الامريكيه. السياسه الخارجيه سياسه ثابته ما اذا كانت ديمقراطيه جمهوريه سيده او رجل، سياسه ثابته ناحيه اسرائيل والدعم المطلق للولايات المتحده في حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولكن نرى ان هناك كثيرا من التصعيد او الانتقادات اللاذعه ضد بنيامين نتنياهو، ثم بعد يومين او ثلاثه راينا ان كاميلا هاريس اسرعت في اتصال هاتفي مع الرئيس بايدن لتضمن لبنيامين نتنياهو المساعدات العسكريه التي يريدها لتضمن بقاء اسرائيل. اعتقد ان هي كانت تصريحات عنتريه، كانت تصريحات انتخابيه لكي تخاطب ود الجبهه التقدميه في الحزب الديمقراطي، ولكن هناك خطر كبير الان. نتحدث عن الجبهه التقدميه في الحزب الديمقراطي، خسروا جمال بومن وهو عضو الحزب الديمقراطي في ولايه نيويورك، وخسروا ايضا بالامس عضو في الحزب الديمقراطي
في ولايه ميزوري في الانتخابات التمهيديه للحزب في هذه الولايه. لماذا؟ اعتقد ان الايباك او اكبر منظمه يهوديه في الولايات المتحده الامريكيه بتدعم او بتستهدف هؤلاء الاعضاء الديمقراطيين الذين طالبوا اداره بايدن بعدم ارسال اسلحه الى اسرائيل. اعتقد ان الايباك تستهدف هؤلاء باعلانات مموله كبيره جدا، نتحدث عن 15 مليون دولار اعلانات فقط ضد جمال بومان في ولايه نيويورك، و9 مليون دولار ضد هذه كوري بوش وهي عضوة الحزب الديمقراطي في الكونغرس. كل هذه الأموال تأتي من الإيباك أو تأتي من الجماعات اللوبي اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكل يعلم مدى حجم وقوة اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد أن التصريحات كاملة هاريس هي ليست بالدقيقة، هي مجرد تصريحات يعني عنترية، تصريحات انتخابية لا توجد أي شيء على أرض الواقع، لأنها هي سبب في جزء، يعني هي جزء من الإدارة السيئة لإدارة بايدن لهذه الحرب. يعني هي نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني أعلى شخصية على الدرج التدرج الوظيفي في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا فعلت كامل هاريس لإسرائيل؟ ماذا فعلت بالنسبة للحرب في قطاع غزة؟ نتحدث عن حوالي 10 أشهر ونصف لم تقدر أن تضغط على بنيامين نتنياهو للانصياع للمطالب الأمريكية. ماذا سوف تفعل عندما تكون رئيسة؟ هل لديها العصا السحرية بأن توقف الحرب؟ أنا أعتقد لا. الحرب أو شخصية بنيامين نتنياهو العنيدة يجب أن تكون أكثر عندا وأكثر شخصية تعلم جيدا كيف تخاطب أو كيف تفاوض. ليس لديها هذه القدرة، هي بالفقط لديها لغة الجسد التي تنطعم من بنيامين نتنياهو، ولديها الانتقادات الأزعة الوحيدة التي تراها في خلال 3 سنين ونصف. ولكن أنا ليس لدي أي أمل على سواء في خلال الأشهر المتبقية من إدارة بايدن وما إذا تم انتخابها لتكون رئيسة، لا أعتقد أنها سوف يكون تغيير، ولا أعتقد أن كاملا هاريس شخصية سياسية محنكة تعرف كيف تخاطب الجمهور. فقط أنا أتمنى أنها تخرج برا موضوع الحريات وموضوع أنها سيدة. ماذا لديك من برامج سياسية لكي تحلي مشكلة الهجرة واللجوء اللي أنت أصلا كنت سبب فيها؟ ماذا لديك الحل الأزمة الاقتصادية؟ نتحدث عن أزمة السوق المالية الآن وخسارة الأموال الكثيرة من سواء في بورصة اليابان أو في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف لك أن تخاطبي أو تحافظي على الطبقة الوسطى اللي أنت كنت تريدي أصلا بتحافظي عليها؟ يعني السياسات الاقتصادية متناقضة مع التصريحات السياسية لها. كيف لك أن تحلي مشكلة مثلا الأزمة الروسية الأوكرانية؟ لا تتحدث عن كل هذا، لا تتحدث عن أي شيء مهم، فقط هي امرأة، فقط هي سوداء، فقط حقوق المثلية الجنسية، فقط الإجبار. طيب هل هذه القضايا تحل أو يعني تحافظ على الهيمنة الأمريكية وسط النظام الدولي؟ أعتقد أن حلفاء الولايات المتحدة وأعداء الولايات المتحدة يرون الضعف والباور فاكيوم اللي هو يعني الفراغ السياسي الآن الموجود في الولايات المتحدة، وأعتقد أن هم سوف يتخذونه يعني كارت ضغط إما إذا تم انتخابها في 5 نوفمبر. طب اسمح لي أسأل حضرتك يا سيد ماركو السؤال من جانب ترامب. هل ترامب فعل كل ما يستنكره الكثيرون من عدم قيام هاريس بالحديث عنه وشرحه؟ يعني هل ترامب خلال حملته الانتخابية وزياراته لعدد من الولايات وغيرها، هل تحدث عن ملف الهجرة هيعمل فيه إيه؟ هل تحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية؟ هو كان ليه تصريح مشهور جدا في بداية الانتخابات قال فيها أنه أنا لو رجعت البيت الأبيض هوقف فورا، من بكرة حرب روسيا وأوكرانيا هتقف. ربما أيضا لم يعطي تفاصيل لاحقا عن هذا الموضوع. هل شرح ملف سياساته الخارجية أكثر؟ هل تحدث عن العداوات مع الصين؟ يعني هذه الملفات المهمة الثقيلة هل تحدث عنها ترامب؟ أنا يعني هو المثير للسخرية برضو like ترامب يعني وعد بأنه سوف يحل كثير من مشاكل العالم في اليوم الأول، يعني ليس الحرب الروسية الأوكرانية وليس فقط الهجرة وليس فقط الحرب الإسرائيلية في غزة، هو وعد بحل هذه المشاكل في اليوم الأول. ولكن أنا أعتقد أن الرئيس ترامب كان جادا في حل أو في وضع خطوط عريضة لحل هذه الأزمة أو على الأقل توجهات. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني اعتقد ان هو الحرب الروسيه الاوكرانيه، الحرب في قطاع غزه، او مشكله الحدود، هو جاد في ارسال رسائل بانه سوف يعمل على انهاء هذه الحروب، سوف يعمل على غلق الحدود وترحيل الكثير من اللاجئين الغير شرعيين. يعني الولايات المتحده ونتحدث عن السوفرنيتي او اللي هو يعني السيطره او الهيمنه، كل دوله لها هيمنه في محيطها الاقليمي.
كيف للولايات المتحدة أن تستقبل حوالي 10 مليون لاجئ غير شرعي وهذا مضاد للقانون وضد الأعراف الدولية وهكذا؟ هذا ليس من الجيد ضد أو ليس من جيد من سمعة الولايات المتحدة. لا يعني الهجرة الشرعية شيء والهجرة غير الشرعية دي شيء ثاني آخر. هو كان جادي في هذا وقال ان انا مع الهجره الشرعيه الذين ياتون وفق الدوائر او وفق القنوات الرسميه. فهو سوف بالطبع هو يغلق الحدود، سوف يعمل على بناء الجدار ما بين الولايات المتحده والمكسيك، وسوف يعمل على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهذا وفقا للقانون والدستور وفقا للاعراف. يعني ما اذا كانت الولايات المتحده تريد هجره فهناك كثير من القنوات التي من الممكن اي مهاجر ان يقدم عليها سواء من خلال السفارات والقنصليات، ولكن ليس بهذا الشكل الذي ادخل الالاف من تجار البشر والمخدرات وتجار البشر والمخدرات والجنس ايضا. لكن كامل هاريس كانت هي يعني تريد فتح هذه الحدود وفي الاخر تقول لك لا انا ليس هذا ليس قصدي وانا مع الهجره غير الشرعيه. يعني يعني موقفها غير واضح وايضا موقفها غير قانوني. كيف لها ان تعمل على جمع تبرعات للامريكيين تم القبض عليهم بعد مقتل جورج فلويد وتعمل على جمع تبرعات ليدفعوها مكافئات ماليه ليخرجوا من السجون؟ يعني نتحدث عن انها نائبه او النائب العام في ولايه كاليفورنيا، يجب عليها ان تتوافق مع القانون، ولكن يعني نزعتها بانها تتحدث عن حريات اكثر جعلتها تجمع اموال لتخريج هؤلاء المتهمين في قضايا شغب وهكذا. كيف لك ان تتعاملي بهذا القانون وانت مدعيه عامه في ولايه كاليفورنيا وانت الان نائبه رئيس الولايات المتحده اقسمتي على احترام القانون والدستور؟ فانا لا اجد هذا. الرئيس ترامب ما يعيبه الكلام الذي او الحديث الحاد الذي من الممكن ان يؤخذ ضده، بمعنى انه يساهم في انقسام الناخب الامريكي. انا اعتقد ان الرئيس ترامب لديه اجنده سياسيه واضحه ماذا سوف يفعل في اول 90 يوم بعد انتخابه في الولايات المتحده، ولكن ما اخذه عليه انه دائما يتحدث بتصريحات لاذعه من الممكن ان تؤخذ ضده. بس خليني اقول لحضرتك ودي يمكن اخر نقطه يا استاذ ماركو عشان وقتنا للاسف، انه يعني هو مؤخرا الحقيقه التصريحات اللاذعه بدات من الطرف الاخر، من الطرف الديمقراطي، من عند كاميلا وويدز. يعني بنرى انه او وولز عفوا بنرى انه هو وولز شن هجوم حاد على ترامب في اول تجمع انتخابي له مع هاريس، ووصفوا الكلمات انه شخص راجعي وانه بيزرع الفوضى والانقسام. وهنا جاء رد ترامب ليتحدث ويقول انه هما الاكثر تطرفا في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. يعني عايز اقول انه نعم دونالد ترامب لديه بالفعل عبر سنوات طويله سمعه فيما يتعلق بالتصريحات اللاذعه، ولكن مؤخرا ايضا اصبح ما يقوم به هو الدفاع او الصد ضد التصريحات التي تاتي من الديمقراطيين. الديمقراطيين للأسف لديهم سيطرة إعلامية كبيرة على مؤسسات إعلامية شهيرة أولها CNN. أعتقد أن الإعلام الأمريكي الآن يتصيد أخطاء الرئيس ترامب وجي دي فانز وأي تصريحات يقولونها ثم يبروزوها على الشاشة لمدة أيام يتحدثون فقط على هذه التصريحات. الآن أعتقد أن الرئيس ترامب لديه أيضا لديه 4 سنين كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن في ال4 سنين حقق نجاحات سواء على الاقتصاد سواء على المستويات العلاقات الخارجية. أما عن كامل هاريس ووالتس، ما الدليل أو ما هو السجل الناجح لديكم؟ أعتقد أن كامل هاريس كانت مسؤولة عن ملف الهجرة وملف الحدود، وهو أكثر ملف فشلت فيه في إدارته، لم تذهب إلى الحدود، وهي المسؤولة الأولى عن فتح الحدود واستباحة حدود الولايات المتحدة الأمريكية واستقبال حوالي 10 مليون لاجئ غير شرعي من ضمنهم مجرمين. نعم. ما تحدث عن تيم والز، هو من ضمن يعني هو حاكم من ولاية مينيسوتا. ما هو السجل؟ السجل هو توقيع قرارات بتسهيل تحويل جنس المولود أو تحويل جنس الأطفال. هذا هو السجل. هذا السجل عندما نقارن السجل ما بين الأطفال وجنس المولود وهكذا والسجل الناجح لدى الرئيس ترامب، تدركي جيدا من هو الرئيس على الأقل الصادق في وعوده والصادق في أجندته السياسية ما سوف يفعل في خلال الأشهر القادمة. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. كنت معنا من واشنطن عبر سكايب السيد ماركو مساعد عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات بواشنطن. كل الشكر ليك يا فندم.
وإحنا فاصل قصير وبعد الفاصل نبدأ في فقرتنا الحوارية مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي، نتحدث معه عن أبرز المستجدات في القضية الفلسطينية، ماذا بعد وما هي السيناريوهات المحتملة، وهل من أمل حقيقي على الأرض مع كل الجهود المبذولة مع عدد كبير من الأطراف بالتوصل إلى اتفاقات وهدن حقيقية تحترم من كافة الأطراف، أم إنه الطريق لا يبدو مبشرا للغاية؟ فاصل قصير ونعود، أبقوا معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في الوقت في اللي أطراف كتيرة جدا قلقة للغاية، طبعا الأطراف يعني المحبة للخير الداعية للسلام، قلقة للغاية من فكرة أنه الجانب الإسرائيلي متعنت جدا، هو يتعنت بشكل كبير في الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني، هو أيضا يتعنت في فكرة ملف المفاوضات، الحديث عن الأسرى والرهائن، يعني هناك اختلافات كثيرة جدا، أي أمل في أو أي فكرة أو مقترح بتقدم من أي طرف من الأطراف فيما يتعلق بالوصول لهذه الاتفاقيات وهذه المفاوضات أن تستكمل يعني بشكل فيه قدر من الحكمة، خلينا نقول للأسف بيضع الجانب الإسرائيلي فيها الكثير من العراقيل ويبدي عدم استعداده للموافقة عليها. كمان على الجانب الآخر العالم مشغول بهذه المفاوضات وهذه السياسات، والناس بدأت تنسى اللي بيحصل في غزة، الناس بدأت تنسى أنه كل ساعة في شهداء بتقع، في أطفال بتموت من الجوع، في ناس ما عندهمش مية بيقعدوا بالأيام مش عارفين يشربوا حتى المياه النظيفة، في مستشفيات ووحدات صحية بالكامل لا تعمل هناك، الضغط كله ربما على مستشفى وحيد وحتى هو غير مجهز بشكل كامل، يعني الأوضاع كارثية جدا. المنظمات الأممية كل يوم بعد الآخر بتصدر تقارير وتحذيرات شديدة بأنه الأوضاع في قطاع غزة كارثية مع الخوف من انتشار أوبئة هناك بسبب طبعا هذه الأوضاع. خلينا نتكلم أكثر عن أبرز مستجدات الأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دكتورة من، أهلا بحضرتك. يعني إيه الجديد يا فندم اللي لفت نظرك في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بالوضع في غزة؟ في صراع رؤى قائم في المنطقة ما بين دعاة أو وكلاء الفوضى وما بين الرؤية الدبلوماسية المصرية من جانب آخر، ومحاولات أمريكية لإقناع حلفها في المنطقة بضرورة التهدئة لأن الأوضاع لا تحتمل ما يجري الآن، واتساع فجوة أو اتساع مساحة الصراع على جبهات متعددة، وبالتالي يهدد المنطقة كلها يعني المنطقة كلها على حافة هوية. ويعني هذه الرؤى الثلاث، يعني مصر بتحاول تقوم بدورها الطبيعي التقليدي في المنطقة طبعا من أجل أمنها القومي، من أجل مصالح الأطراف حتى اللي موجودة المنخرطة في صراع لا 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 رابح فيه على الإطلاق، ويعني وكلاء الفوضى اللي موجودين بيؤججوا مساحات الصراع والتوترات وتصعيد هذه التوترات، وبالتالي الإقليم يقف على يعني أطراف أصابعه إذا جاز القول. هنا بنتكلم على ضرورة أن يكون يعني ما وصفته مصر على يعني للمشهد جاء على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما يقول أن المنطقة في منعطف خطير جدا، وأن لابد من إعمال العقل وصوت العقل والحكمة فيما نتخذه من قرارات، لأن يعني احنا بنتكلم على ملايين من الشعوب المتضررة مما يجري في غزة سواء في المنطقة، وملايين من الشعوب في العالم متضررة من تداعيات الأزمة والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة على مدار 10 أشهر. هنا صراع الرؤى كيف يمكن أن ينتصر إلا إذا توفرت إرادات دولية، وهذا ما تطالب به مصر دائما، أن يقوم المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الإقليم والمجتمع الدولي بأدوارها الطبيعية في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، عدم تصعيد الموقف، عدم دخول المنطقة في مواجهات مسلحة جديدة. وبالتالي يعني حضرتك بتتكلمي على أن العالم بدأ ينسى
ما يحدث في غزة. المنظمات الأممية كل يوم تصدر تقارير عن الحالة المأساوية والأمراض والأوبئة والكارثة, يعني انعدام الغذاء والماء والدواء ونقص شديد في كل شيء. الشمال يعاني كثيرا جدا جدا, منعزل تماما أو معزول تماما, القطاع كله في حالة حصار مستمر, في حالة من الصلف والتعسف و يعني إجراءات إسرائيلية تعنت الشديد. يعني كلمة تعنت الحقيقة يعني أقل من أن تصف هذه جرائم إنسانية ممنهجة وقتل واغتيال ممنهج ومخطط ومدبر وتدمير للبنية الأساسية والحياة في غزة لكي تصبح غزة خراب ودمار يستحيل معه الحياة. وبالتالي يعني حتى فكرة التهدئة ومحاولات الإعمار ستستغرق يعني مش أقل من 10 سنوات لكي تعود الحياة إلى سابق عهدها. ده بافتراض أن الحرب انتهت اليوم قبل الغد الآن. وبالتالي إحنا يعني لا نعول كثيرا على المراوغات الإسرائيلية, لا نعول كثيرا على يعني رغم أن قلنا أن يعني توقعنا أن الرئيس بايدن بعد أن تحرر من قيود الترشح الرئاسي والسباق الرئاسي الأمريكي أن يمارس دوره الطبيعي كرئيس أكبر دولة في العالم ومسؤول ومنخرط في دفاعه المستمر عن سلطة الاحتلال وصديقه الاستراتيجي نتنياهو. طبعا. وبالتالي يعني كنا ننتظر منه أن يكون فاعلا, أن يكون يعني أكثر قوة, أكثر إرادة, أكثر يعني أن تكون لدى أمريكا إرادة أكبر من مما نراه الآن في ضرورة. يعني إرادة يتحدث ولا رغبة يا أستاذ إسلام؟ ليس لديها إرادة سياسية, لا تملك إرادة حقيقية ولا لفرض السلام ولا ترغب في ذلك. بالعكس يعني الولايات المتحدة خسرت كثيرا طوال فترة هذا الصراع, خسرت كثيرا أولا ثقة حلفائها. البيت الأبيض تعرض لانتقادات شديدة جدا طوال الأزمة من الإعلام ومن الشباب ومن سياسيين كثيرين, فقدوا كثيرا من التعاطف الدولي في الجنوب من دول الجنوب, فقدوا كثيرا من حلفاء يعني ثقة حلفائهم في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي لا, الولايات المتحدة خاسرة. الغريب بقى أن بلينكن يتحدث عن أن الصفقة قريبة وأننا وصلنا إلى مرحلة خط النهاية وأنه قريبا سوف يكون هناك نوع من التهدئة والصفقة والسلام في الذي سيسود قريبا. هو طبعا نتمنى, بس مش احنا سمعنا كلام ده كتير قبل كده. لا هو الغريب ان يعني في كل زياراته السابقة للمنطقة كان يتحدث انه الامل موجود وقريبا سنصل لصفقة وبيرجع تاني ومفيش. هو بالفعل لا يملك ما يقوله ولا يملك ما يسوقه أو يروجه لا للمنطقة ولا يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يتحدث أن السلام قريب وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يفرض هذه الرؤية على سلطة الاحتلال على نتنياهو, هو بالتالي الكلام فج وأجوف لا يعني شيء ولا يمكن أن يستمع إليه شيء ولا يثق فيه أحد. من جانب آخر هو يعني يتحدث في نفس الجملة في نفس العبارة بوجهين, ويتحدث أن السلام قريب وأن السنوار هو إرهابي. كيف يمكن أن نصدقه؟ هل يمكن أن يعني إذا قلت ذلك وأنت دبلوماسي كبير ومسؤول كبير في يعني على رأس الخارجية الأمريكية تتحدث بهذه اللغة إرهابي وفي نفس الوقت السلام قريب, هل إسرائيل أنت تقدم هذا الرجل لإسرائيل بأنه إرهابي يمد يده بالسلام؟ كيف يمكن أن نصدق هذه التناقضات, هذا التضارب في التصريحات؟ وبالتالي الرؤية الأمريكية, أين الرؤية الأمريكية؟ أين الحل الأمريكي؟ ما هي يعني ما يمكن أن تقدمه أمريكا حتى في اليوم التالي للحرب؟ هل لديها رؤية؟ هل لدى إسرائيل رؤية؟ مع أنه من فترة منذ شهور كان الحديث الأبرز حتى في وسائل الإعلام الغربية والثينك تانكس والمؤسسات المختلفة كان كلهم بيطرحوا هذا السؤال عن سيناريوهات اليوم التالي, لكن فجأة اختفى هذا السؤال لأنه الناس بقت بتشك أنه في ما بعد هذه الحرب. خليني بس أسأل حضرتك في نقطة مهمة جدا. من فترة ما عرفش مثلا شهرين ثلاثة لما بدأنا نستمع لوجود صراعات وخلافات داخل الكيان وتحديدا بين رئيس الوزراء وبين مؤسساته الأمنية, البعض كان عنده جزء من الأمل أنه كنا نقدر نستغل هذه الخلافات لمصلحة القضية الفلسطينية,
ولكن يبدو أنه ما حصلش ده لأنه خلافاتهم ما زالت قائمة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الفصائل الفلسطينية، فيما يتعلق بالحديث عن الأسرى والرهائن، المفاوضات، الهدن المختلفة. هو مختلف معهم كتير في ده، لكن مفيش أي استفادة بتحصل لده لسبب بسيط، أنه يجيد لعبة المراوغة والتحايل والخداع طوال الوقت. هو يتحدث دائما أن إسرائيل مستهدفة وعلى جبهات كثيرة جدا، وبالتالي هذه اللغة من الكراهية واللغة من أن إسرائيل يحيط بها أعداء كثيرين ويستهدفون الشعب الإسرائيلي وإسرائيل ويتوعدوها بالصواريخ والطائرات المسيرة وغيره، من هذا الخطاب الممجوج. يعني أعتقد أنه يعني هذا النوع من الخطاب يسعى إلى توحيد الجبهة الداخلية طوال الوقت، حتى ما بين، لا أقول إن هناك قطاعات عريضة من الشارع الإسرائيلي ترضى عن هذا الخطاب، ولكن على الأقل هذا الخطاب هو يضع السياسيين في حالة إحراج وفي حالة حرك شديد. كيف يمكن أن تتخلى عن بلدك إذا كان رئيس وزراء بلدك يتحدث أن البلد مستهدفة والبلد في حالة يعني تعاني من خطورة شديدة ومستهدفة على جبهات كثيرة، وبالتالي الخروج عن الصف هو خيانة للبلاد. هذه اللغة قادرة على أن هي يعني تجمعهم أو توحدهم في نهاية المطاف. ده من جانب. الجانب الثاني أن حتى محاولات الولايات المتحدة الأمريكية أنها تظهر أوراق أخرى، يعني شخصيات أخرى تنافس نتنياهو كنوع من التهديد، انتهت الأمور إلى أن يتم دعوة نتنياهو كزعيم مظفر ومنتصر ليتحدث في الكونجرس وتصفيق حاد. إذن الرؤية الأمريكية مرتبكة، ليس هناك مسار واضح للتهدئة للتفاوض للوصول لسلام دائم وعادل في المنطقة. ليست هناك إرادة سياسية أمريكية حقيقية لإرغام إسرائيل لفرض قرارات إسرائيل في ظل ما تفعله إسرائيل من جرائم ممنهجة وقتل ممنهج. الولايات المتحدة تعلن أمام العالم كله هي سوف تدافع عن إسرائيل. صحيح. الطائرات الأمريكية حاضرة، السفن الحربية الأمريكية موجودة، المقاتلات الأمريكية موجودة، الإمدادات وشحن السلاح مستمر يعني عبر يعني عبر كل البحار المختلفة. وبالتالي يعني لا نملك سوى محاولات دبلوماسية حسيسة مع كل يعني ما جرى على مدار الأيام الماضية في القاهرة من دبلوماسية رئاسية مكثفة، سواء كان وزير خارجية تركيا، نتحدث عن الاتصال الأردني المصري، عاهل الأردني مع السيد الرئيس، بايدن مع السيد الرئيس، نتحدث عن محاولات حسيسة وفكرة زي ما قلنا الصبر الاستراتيجي المصري والضغط بالدبلوماسية. صحيح. لوضع حلول حقيقية. صحيح. ليطلع المجتمع. صحيح. الدولي مع الثبات على مبدأ أنه لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للتهجير، لأنه كمان طبعا حرصا على القضية الفلسطينية، لكن كمان حرصا على أمننا الوطني، ودي حاجة الحقيقة احنا بنفتخر بيها وبنشرف بيها كمصريين، أنه لدينا قيادة سياسية يعني طبعا تهتم جدا بالقضية الفلسطينية وبحق المواطن الفلسطيني في الحياة في أرضه بسلام، وفي نفس الوقت أيضا تحافظ على أمننا القومي وتربنا. حاجتين مهمين جدا، الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يفرط في أرضه. صحيح. ولا يمكن أن يتخلى عنها أو يتركها. صحيح. بإغراءات سواء كانت قهرا أو قسرا أو. صحيح. أو طوعا. أيضا يعني موقف مصر النبيل تجاه القضية، الشجاع تجاه القضية، رغم ما يكلفه هذا من فواتير كبيرة جدا وضغوط كثيرة جدا، لكن مصر مصرة على ثبات موقفها ودفاع عن هذه الحقوق أولا، وإن حماية مصر الأمن القومي هو يجعل مصر قادرة أيضا على أن تحمي القضية الفلسطينية. مصر القوية قادرة على الحماية لأمنها القومي وأمن الأمن القومي العربي. لكن إذا مصر لم تكن ليست قادرة، إذا كانت مصر غير قادرة لم تعد قادرة على ده، بالتأكيد لا تستطيع أن تدافع أو أن تقف بهذه القوة. صحيح. وبهذه الصرامة وهذا الحسم دفاعنا عن القضية الفلسطينية. صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا. إن شاء الله دائما نتابع مع حضرتك أبرز المستجدات في هذا الملف الأهم طبعا وملفات أخرى كثيرة. ضفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. شكرا لحضرتك. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. بكده وصلنا لنهاية هذه الحلقة من حديث الأخبار. هذه تحيات فريق الإعداد وتحياتي أنا منة فاروق. دمتم في أمان الله.